السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبيت نصور لكم هذه الحلويات باش نشكر عائلة مدلل في خميس الخشنة اللي خدمنا لهم البارح يوم الفاتح من نوفمبر 2023 في خميس الخشنة. راهم تقريبا جيراني بيناتنا، يمكن حوالي 1 كيلومتر. ألف ألف مبروك عائلة مدلل بمناسبة ختان ابنهم، وشكرا على حفاوة استقبال مجموعة أم ريان للأعراس. أنا لم أكن حاضرة، كان عندي عذر، لكن الحمد لله مجموعة أختي، بعثت أختي خدمت لهم، كان في العرس الثاني زوجة أخي والعرس الثالث زوجة أخي الثانية، والحمد لله الأعراس فاتوا كما يحبوا الزبائن، والحمد لله. وأولا كما يحب ربي سبحانه، الإنسان يخدم بضمير، والحمد لله دائما تخرج خدمتنا ما شاء الله تبارك الرحمن. يعني يمكن بعض المرات تكون ضغوطات، ويكونوا يعني الأمور ماشي في نصابها، تكون يمكن المشتريات ما تكونش هي، يمكن القائمة ينقصوا لك فيها، هذوك خارج عن نطاقنا، لكن كي تكون كل حاجة وفروها لك، حتى يعني الظروف نتاع العمل تكون مليحه، نخدمه ما شاء الله تبارك الرحمن. قلت لكم والله الحمد لله، عندي كما نقولوا نعمه من عند الله، زبائن توعي 98% من الزبائن ما شاء الله تبارك الرحمن، والحمد لله اللي قدرنا ربي وكنا عند حسن الظن. نشكركم كامل يعني من هذا المنبر، من عائله مدلل، من عرس عائله مدلل، نشكر كامل زبائني، ويسمحوا لي يعذروني زبائن توعي تاع هذه الايام. يعني منذ انطلاق اشتعال فتيل الحرب في فلسطين، ان شاء الله ربي يفرج عليهم. الانسان ما ولاش يقدر يدير لي فيديو، ما كما كنت ندير لايف نكون فرحانه. يعني الطلبيات فقط اللي كنت في المنزل تاعي درت لكم، من ذكي كثروا عليا يقول لي ما راكيش تباني، كاين يمكن اللي قالوا لي اعتزلتي، كاين يمكن، بصح ما قدرتش ندير لي لايف، راني في الصاله، والصاله فيها لغناكم تعرفوا، راكم تعرفوا واحد قلبه مجروح وواحد قلبه على تمره، وخاصه رانا اخوه ومسلمين. يسمحوا لي صحاب العراس اللي ما صورت لهمش، والله القلب كما يقولوا قلبك راهو على جمره. بصح الحمد لله على كل حال، الاعراس تاعكم فاتوا بما يرضي الله، وفاتوا كما يحب الخاطر. هذو عندي 10 ايام يمكن ولا 11 يوم كانوا اعراس، ما شاء الله اعراس كبيره تاع 900، تاع كاين اللي فيه 1000، كاين اللي فيه 600، كاين اللي فيه 400، كانوا عده اعراس، وكان ضغط كبير، والحمد لله ربي قدرنا، والحمد لله اللي كنا عند حسن الظن. وشكرا، وربي يجازيكم كما تعاملتوا معنا بطيبه. يمكن في الاعراس هذو اللي جوزناهم هذه الايام 15 عرس ما شاء الله تبارك الرحمن، يمكن كانوا عرسين، انا صراحه عرسين، كان واحد في زيغالدا وكان واحد في لافوري دو باينام، هذاك يعني العرسين هذو ما جازوش كما يحب الخاطر. هذوك انا نقول لكم كي تكون يعني الظروف والمشتريات، عرس واحد فيه الظروف، الفرنوات ما يشعلوش كامل، يعني شغل راكي طيبي في المسمن، طيبي على نار قليله، وقال لك انتردي باش تخلي لي بوتي دو غاز، يعني كانت هذه قاعه عسكريه، ويعني قاعه تابعه كما نقولوا للدوله، ما نقدرش ندخل لي بوتي دو غاز، كانوا فقط اللي يشعلوا 3 أفران، وكان عندي كسكس، والكسكس لازم كتفوره يعني على نار، يعني يكون يتفور مليح، والأفران هذوك ما يشعلوش كامل بوراك، ايماجيني الله يبارك 300 ولا 400 بيرسون الله أعلم، مش ما نكذبش 300 ولا 400 بيرسون، كان عندي 400 شخص الأفران ما يشعلوش. فران شغل قلت لك كلي راك طيبيه في المسمن، طيبيه على نار ميتة كامل، الماء باش سخن لي دالي 3 سوايع باش بدا يغلي، هذا الماء 3 سوايع باش الماء بدا يغلي، ماشي باش غلا، يعني هذاك 3 زور باش بدا يغلي. سبحان الله، والقرعة تاع الغاز ولا قارورة الغاز ممنوع باش تدخليها، سبحان الله. قلت لها معليش ندخلها، قلت لها ندخلها هكذا بلا ما يشوفوني، ولا قلت لها باسكو مستحيل نكملوا ولا نخدم لك خدمة كيما يحب. قالت لك لا، لو كان زعما كش ما يكون ولا يعني يتاني ولا العرس. راكم تعرفوا البنات صراحة هذاك العرس أنا وحدة ما عجبنيش الطعم هذاك، كيفاش تفور نقول لكم، يعني هذاك خارج عن نطاقي،
يعني نقول لكم فقط من الجانب تاع العمل تاعنا. والعرس الثاني كان في باينام، كي يكونوا في القاعه قاعه حفلات يعني نتاع باينام، مقسومه الكوزينه كي تشوفوا يمكن واحد 600 متر نتاع مشيه باش تروح من الكوزينه تاع النساء الكوزينه تاع الرجال، وكي تتقسم يعني فيها خلطه كبيره. وصحاب العرس باش جاوا من الكورتاج جاوا على 6 ونص تقريبا 7، كان الخبز ما كانش كاين، الظروف كانوا يعني. ومن بعد في الاخير شكون يرموا كامل الاشياء فوقك؟ الحمد لله انا من جانب توعي كما نقولوا ضميري راهو مرتاح، كل واحد بينو بين مولاه، اللي كلا دراهم الحرام بينو بين مولاه، واللي ما حللش عرقو بينو بين مولاه. البنات حبيت نتقاسم معكم فقط يعني جانب من العمل نتاعي، جانب من يومياتنا. وحبيت نقول لكم ثاني سبحان الله، كنت قبيله كنت اكرمكم الله كنت نسيق، باسكو اليوم ما رانيش خدامه، اليوم لودو عندي عرس واحد فطور، وقلت لكم راني متعبه، بعثت مرت خويا، بعثت المجموعه والماعن كامل دا وكلش. كنت نقي سبحان الله، كنت نفكر في الايام الاولى كيفاش بديت الخدمه تاعي، كيفاش يعني بعض تتفكر يعني الذكريات يعني الاحداث تسيي تربطيها، شغل تشوفي اشخاص بعد عاد تفكري سبحان الله كيفاش تجوزتي ولا كيفاش بديتي طريقك. سبحان الله انا كي بديت البنات بديت يعني كانت الخدمه كانت بزاف كما نقولوا قليله، ماشي معروفين هذو الطباخين، كانوا اصحاب العرس هما اللي يطيبوا، كانوا يعني يتعاونوا العوائل يتعاونوا فيما بيناتهم. هذه تاع الطباخه ماشي ما كانتش كاينه بزاف، تاع من ذاك تسمعي يسموها طيابه تاع بكري، شغل اللي يجيبوا من وحده يقول لك حاجه جات باتت ودارت العرس، مي بصح هذه تاع طباخه يعني محترفه، يعني عندها يمكن احنا ملي بديت الميتي تاعي عندي 12 سنة كانت ماشي معروفة، يعني كانوا فقط طباخين رجال ولا طيابة هذيك تاع العائلة هذيك اللي يمشوها. راكم تعرفوا البنات كيفاش بديت المشوار تاعي، والله بديته صراحة كما نقولوا بديته بالخسارة. الحمد لله انفستيت وزدت من عندي اللي باش تعرفت كيفاش بديت. قلت لكم بديت الغسيل تاع الماعن، اللي باش بديت نشري بالقدره بالقازن بالطنجره الغسيل تاع الماعن، ما عليناش الحمد لله. انا كنت مقبل كنت كونتابل، كنت نخدم في المحاسبه ومام طون في المحاسبه، وكنت ندير كاميرا ومن اللي فوتوغراف كاميرا ومن، راكم تعرفوا تاع زمان ماشي كيما تاع دركا. ومن بعد مع الوقت قال لك حرام الكاميرا وفيها شغل لك، مالغري تصوري انتيا هذاك الغنى اللي تصوريه يعني تؤثمين عليه، وعندك ثاني كي تصوري نساع ريانين وبعد كي في المونتاج كي يمونطيه راجل صافي الوزر هذاك كامل عليك، صافي دراهم الحرام واللي تحبستها. ويسمحوا لي يعني الزملاء والزميلات اللي يخدموا الخدمه هذه حاجه ماشي قال انا راني، هذه يعني فيها يعني شبهات دي جي والاخرى هذو فيهم شبهات، ان شاء الله ربي يرزقكم ما خير. ومن بعد كي وليت حبست الخدمه نتاعي هذيك وليت باش نحل دراهمي ورحت للغسيل تاع الماعن باش بديت يعني باش نشري الطناجر، ما عنديش باش نبدا باش نانفيستي، يعني كنا في ازمه ماليه، بديت بالطناجر طنجره يعني كيفاش تغسل الماعن اليوم 200 غدوه ان شاء الله 200 المره الجايه 200 تلايمي لي باش تشري طنجره، من بعد خزان ومن بعد كي درت جروب تاعي بديت كي درت الجروب تاعي واش نروح لهذو لافواغ نتاع العرائس كي يديروا معرض تاع العروس، نروح بالحشمه هكذا نقولها مدام شغل عرايس نشوفهم هكذا نقولها مدام تسحقش طباخه شغل تجيني على بالك، كانت ماشي معروفه في هذيك الوقت طباخه، وتجيني حشمه باش نبريزونتي، كنت كاتبه الرقم تاعي في ورقه وكاتبه طباخه اعراس ونمد لهم هكذا، وشغل كاين الناس اللي يستهزاو بك، كاين اللي شغل يحتقروك، كاين اللي شغل تغزر فيك نظرة شفقة، كاين اللي شغل تعجبيها تقول لك واصلي نحبوا ننسى الفحلات. الحمد لله يعني شفنا عدة أنواع بصح اللي يستهزاو، الأغلبية كانوا اللي يستهزاو، ربي يهديهم وربي يغفر لهم. هذه هي يعني كنت كما قلت لكم ولا غير ضحيت، خاصة في الأيام الأولى كي شريت الماعن ندي المجموعة نتاعي، كي شريت الماعن سمحوا لي زعما راهم دايرين حاله، قلت لهم كي شريت الماعن ودرت المجموعه نتاعي اللي يغسلوا الماعن واللي يسربوا عاد ندير في الاسعار رمزيه كما يقولوا، السعر كنت نحسبه 3 ملايين، العرس تاع 300 تاع 400 نحسبه 3 ملايين فيها اللي يغسلوا الماعن اللي يسربوا، ترونسبور كامل هذو عليا
واش ندير، نديهم كامل البنات يخلصوا خلاصهم كيما لازم، وانا شغل كي نخرج ندخل لداري ندخل يديا فوق راسي. يمكن النهار اللي خدمت فيه يعني وديت دراهمي يعني ماشي كامل، ديت 100,000 وما كانوا يخلصوا 400، انا كنت نخلص 100,000 بالمعن نتاعي بالطياب تاعي. هذه باش تشوفوا يعني ضحيت، كنت الثمن كيما نقولوا باطل، كنت نخدم باطل ليسونسيال الناس يعرفوك، الناس يعرفوني. والناس كي واش كانوا يقولوا هذه كي تخدم بالثمن هذا مساكن راهي تحرص عليهم الخدامين شحال يتخلصهم. كنت كي نروح ندي البنات يخدموا الاخر، الناس يشوفوهم بنظره شفقه، وانا يشوفوني بشغل يشوفوني بالمتسلطه، باسكو علاش انا نبدا نعيط عليهم كي يكونوا الخدمه شغل يبداو يقصروا التليفونات. راكم تشوفوا الخدمه تاعي باك لي برك ما تغسلش حشيش مليح ما تنقيش مليح، نبدا نعيط. وتشوف باللي لاصوم اللي خدمت بها رخيصه تقول لك هذا مساكن راهم زوج دور ورا تزيد تشكر عليهم. يعني هكذا وحده قالت لي بهذه لا فاسون، بهذه الهضره اللي قلتها لكم، صافي نتسلط عليهم زوج دورو. فينالمون سبحان الله باش الانسان يكشف، باش ربي يكشف عبده استغفر الله. واحد المره كنا في خدامين في عرس، وانا كنت نصلي، كنت في بيت نصلي، ما شافونيش اللي كانوا يخدموا، وحده فيهم بدون ذكر الاسماء كانت مع مولات العرس تشكي وتبكي، قالت لها تخدموا رخيص وخدمتكم بالطباع وما شاء الله. هي قالت لها تخدم رخيص بصح الخلاص رايحه قرتنا في الخلاص، وكي تعرفي مدام ولو كان ماشي الدراري ولو كان ماشي هكذا، وتبكي وتشكي. وانا قلت لها غنخليها حتى تكمل هضرتها. كي كملت هضرتها خرجت قلت لها السلام عليكم اختي. سبحان الله وجهها صفار ما كما نقول لك لا يحش المؤمن. قلت لها حبيت نسقسيك شحال تخلصي قدام ولا العرس؟ قلت لها شحال تخلصي؟ بدات تتأتأ وجهها ولا صفر ولا اخضر. قلت لها قولي لي برك شحال تخلصي، قولي لي شحال تخلصي. قالت لي لا ما فهمتينيش انا ماشي هكذا، بدات وخساره عليك والدمع في عوينتها. قلت لها مدام هذه اللي تندب وتشكي وتبكي هذه تخلص 400,000. قلت لها مدام شحال حسبت لك العرس؟ قالت لي 3 مليون. عيطت لهم البنات فلانه، قلت لهم شحال راني نخلصكم البنات ما كانوش كامل معاهم، شحال خلصتكم؟ قالوا لي 400,000. قلت لها مدام الشوفير شحال؟ قالت لي ما عباش الشوفير، ما قلتليش شحال. عيطت قالوا بابا، قلت له بنات العرس، قالت لي ساعديني شويه معليش نقص ليه. قال لي وين حبيتي؟ قال لي انا كون ماشي جيتي بنتي ما نخدمش الخدمه هذه، نجي فين صاص الليالي زوج تاع الصباح الوحده تاع الصباح على 500,000. قلت لها مدام سمعتي الشوفير 500,000. قلت لها شحال كاين البنات لهنايا؟ قالت لي سته. قلت لها سته في اربعه شحال؟ قالت لي 24. قلت لها 500,000 شحال؟ قالت لي 29. قلت لها انا صافي شحال يصح لي مدام بالمعان تاعي بطيابي بالتسيير تاعي؟ قالت لي 100,000. وعبالك شغل المخلوقه شغل ما امنتش. قلت لها ايماجيني، قلت لها مادام ماهمش معنا حاضرين يخدموها. عيطت لها فلانه شحال تخلصي؟ 400. فلانه شحال تخلصي؟ 400. فلانه شحال تخلصي؟ 400. صافي بينت لها بلي مانيش نكذب، انت شحال تخلصي؟ قالت لي نخلص 400. قلت لها انا عيطت الله عليك. قلت لها علاه كنت تكذبي عليا؟ علاه ديروا هكذا؟ ومن بعد مع الاخر بدات مع البنات تقول لهم انايا باش مولات العرس كي شفتها باش كش ما تمد لي كش ما تصدق لي كش ما. قلت لها توسخي لي في السمعه تاعي باش نمد لك مولات العرس؟ قلت لها سبحان الله، اصلا تدي دراهم بالذل واصلا وسختي لي السمعه تاعي وحسبي الله ونعم الوكيل فيك. يعني هذو كانت من المجموعات القديمه من هذاك النهار حبستها. راكم تعرفوا ما لازمش الانسان يسمع برك، لازم علاش وليت تصرف يعني بحذر، وليت نتصرف بحذر، ما كاش منها الثقه وما كاش منها تصرفي بحذر، باسكو الناس وما تسمعيش يعني من طرف واحد، خدمي مخك. هذه يعني راني نقول لكم هكذا باسكو كاين يعني اللي راهم يخدموا، انا نقول لكم اللي يبداو يتعلموا يعني راهم يتعلموا في الميدان هذا، ما تحقرش الخدام باش ربي سبحانه ما يرجحهاش على اولادك. هذه يعني مع اللي شاف ديك ما تحقرش الخدام، مي بصح وقفي عند حدو، يكونوا بيناتكم حدود في المعامله، ماشي تولوا الشغل قصره وضحكم بعد يولي الهاتف ما يحبش نهار كامل هما مع التليفون، نهار كامل هما يقصروا يضحكوا العرس تاعكم يخرج نص نص. فهمتيني؟ لكل مقام مقال، ورحم الله امرئا عرف قدر نفسه. السلام عليكم ورحمه الله.